وإذا لم تصحح العلاقة مع منهج الله سبحانه لن تختلف العاقبة عما كانت عليه في الأقوام السابقة التي يذكرهم القرآن. هذه نماذج تاريخية، أقوام حقيقية عاشت حياة كالتي تعيشونها أنتم. كثير من الناس اليوم يذهبون إلى هذه الآثار الباقية من الأمم السابقة، فما يزيدون على أن يلتقطوا صورا معها وفيها ويمرون عليها دون أن تحدث في حياتهم فرقا. ويبقى السؤال مطروحا، ما هو القصد؟ ما هو الهدف من كل ذلك؟ لا تستطيع أن تصل إلى الهدف والمقصد دون أن تقرأ معها آيات القرآن. القرآن كتاب يعلمك كيف تقرأ آثار الأمم السابقة. لماذا تركت هذه الآثار؟ يبقى السؤال مطروحا، والذي لا يطرحه علم الآثار باعتباره خارج التخصص، والقرآن يطرحه على العقل الإنساني. كيف انتهت حياة هذه الأقوام؟ ولماذا انتهت؟ هذا البحث في فلسفة العلوم وتاريخ الأمم الذي يقدمه القرآن ويفتح معه آفاقا جديدة على دارسي الحضارة والآثار أن يعتنوا بها.